مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. افتتح الأسبوع الجديد بشكل هادئ مع القليل من التوجه في السوق وعدم وجود محركات سعرية حقيقية في الأخبار. يفشل زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل متكرر في التحرك فوق المستوى 1.2300 في إشارة إلى كون التراجع الأعمق أكثر احتمالية. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يجد الدعم فوق المستوى 110 نقاط في إشارة إلى التحرك نحو الأعلى على الرغم من الظروف التنازلية. زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي يصمد فوق الدعم مع كون الجنيه البريطاني يبدو أقوى من اليورو حاليا. هذا هو تقرير اليوم باسم طاقم ديلي فوركس، نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.